بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم احبابنا في كل مكان. مرحبا بكم معايا في حصتكم اليوميه مائده رمضان. تحييكم سيده يعلى من هذا المنبر وتقول لكم ان شاء الله ملاقات الخير يا وجوه الخير. مرحبا بحبابنا، مرحبا بكم انتوما اللي راكم معنا متواصلين عبر التواصل الاجتماعي. تقول لكم سيده يعلى مرحبا بكم، ان شاء الله نتلاقاو في هذه السويعه ونجوزوها مع بعض. ما على بالكمش بلي اليوم ليله النص، يا اليوم نديرو فيها حاله. شهر رمضان الكريم، الشهر الفضيل، يروح ويولي، حنا اللي نروحو ما نولو على هذه حباباتنا وحبابي. استغلوا الفرص، استغلوا الفرص في اعمال الخير، انه امتحان وان شاء الله ربي قدرنا. كما عودناكم حبابنا بالاطباق بالحلويات بالتحليات بالعصائر، احنا دائما في خدمتكم. قبل ما نبداو تحياتي والف الف شكر للمتربصات اللي انهوا معايا اليوم الدوره التكوينيه اللي كانت مده تربص تاعها 4 ايام. اليوم كملناها بمشيئه الله سبحانه، اليوم كملناها وان شاء الله باذن الله العقوبه اللي مازالوا. حباباتنا في كل مكان، ان شاء الله منورين بيوتكم، ان شاء الله يا رب العالمين يعطيكم صحتكم لكثره الطلبات. حباباتي وانا في خدمتكم، على بالي باللي كاين اللي حبوا يدخلوا في هذه الدوره لكن كان عندهم الامتحانات نتاع اطفالهم. تقول لهم السيده يعلى بربي ان شاء الله ستعاد نفس الدوره 27 ماي، راح تعاد نفس الدوره 27 ماي. ما عليكم غير تتصلوا وتسجلوا نفوسكم. مازالت عندي ضيفتي وحبيبتي اللي جاتني من الغواط، السيده مباركه الله يحفظها ان شاء الله يا رب العالمين. جوزت معها نهارات ولا اروع، هي جات لعندنا خصيصا على جال الدوره، ولات حبيبتنا وحنا نرحبوا بها وان شاء الله محبه دائمه. يا رب مرحبا بك حبيبه قلبي، مرحبا. اهلا وسهلا استاذ، واش راكي لاباس؟ الحمد لله. عيناك معانا في الدوره؟ لا لا تعبك راحه استاذ. يعيشك يا الغاليه. قولي لي يا حبيبتي، المطلوع اللي مديتيه في الاذاعه البويره والله العظيم غير مين درتيه غير جاب سكسي كبير، لاخاطش راها دارت عندي المطلوع اللي مدته لكم وتبارك الله الرحمن ولا اروع. ننصحكم حباباتنا باش تجربوه ما تعطيوهش. شكرا استاذه. قبل ما ندخلوا في المطلوع وفي الطبخ وكامل، عندي مفاجاه للسيده يعلى والاذاعه ولي والى جمهور السيده يعلى. مرحبا بك حبيبتي، وحنا ماذا بينا المفاجآت السارة ان شاء الله باذن الله الرحمن. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي. جمهور السيده يعلى يتصلوا بنا على الارقام 026 74 19 19. سيدتي راح نخترق المسابقه لكن برمجتها في 27 ليله 27 ان شاء الله، هي وراح نقدم انا السؤال الاول للجمهور. هذه راه مفاجاه كبيره هذه. اي وجدوا لنا الاقلام، وجدوا لنا اقلامكم وننتظر الاجابه. هذا السؤال الاول اللي احنا كنا مبرمجين 5000 اسئله ليل 27، حبت هي تطرح السؤال الاول وديروا يعطيها الصحه، وكانت سوربريز كبيره. شكرا استاذ، بارك الله فيك. خلاص راكم واجدين؟ اظن انا واجدين، تفضلي حبيبتي. كم قدمت السيده سليمه يعلى من عمل لاذاعه بويره؟ كم قدمت السيدة سليمة يعلى من عمرها لإذاعة بويرة؟ ننتظر الإجابة. الله يحفظك. وعجز اللسان عن الكلام، ما قلت لكم درتي لي سبريز. الله يحفظك. راح يدخل هذا السؤال في المسابقة أكيد، معناتها راها قالت لكم السؤال. السؤال الأول أنا برمجنا، الإجابة تاعو تكون نحتفظ بالإجابة. وبعد الأسئلة الأربعة راح تقدمهم الأستاذة ليل 27، وفما ربي يحفظك أستاذة. الله يعزك العزيزة، ربي يخليك. شكرا حبيبة قلبي، وراها محضرت لكم أطباق اليوم ولا أروع، محضرت لكم حتى السلطة والتحلية
والعصير، ما عليكم غير حباباتي تحضروا لنا ورقة وقلم باش تكتبوا معايا المقادير. الله يحفظك، سيربريزينا. هايلة. قالت لك انا نجاوب على المباشر، الهاتف ما يفوتش. تفضلي الاء، معليش. عشر سنين، عشر سنين وانتي منورة الإذاعة يا أحلى طاطا. عندنا لي غوسات ديولك كامل. تسع سنوات. نعم احبابنا في كل مكان، نتمنى ان شاء الله هي وجوه الخير، ملاقاه الخير مع بعض. راح تقول لكم السيده حبيبتي باركه على الوصفات اللي محضرتها لكم بمناسبه ليله النص اليوم، وان شاء الله يا رب العالمين تجوزوه انتم حلو كل عسل ان شاء الله. تفضلي سيده مباركه، الوصفه اللي قلتي لي عليها تاع شريبه اظن شربه ولا لا؟ فوالا مني كامل. تفضلي حبيبتي. السلام عليكم جمهور السيده يعلى، اتشرف بالسيده يعلى ونشكرها انها انني الان بجوار السيده يعلى، شرف لي. الله يحفظك. ونقول لها كما يرحم الرحم اللي تربت فيها السيده يعلى. الله يعطيك الصحه حبيبتي. موضوعنا اليوم عندنا مائده رمضانيه متكامله، نبداوها بمقبله شوربه شعيريه اللي هي فيغميسال، طاجين كبه بشرائح الديك الرومي، سلطه خضروات، وعندنا تحليه وعصير. على بركه الله، راه الخير وخمير. على بركه الله. نبداو بالمقبله. عندنا فطائر السلق والجزر. فطائر السلق والجزر. نبداو بالعجينه. عندك 500 غرام فرينه، عندنا علبه ياورت، حبه بيض، ثلث مغارف زيت، زوج مغارف سكر، مغرف اكل غبره حليب، معناتها حليب بودره، حليب بودره، حليب بودره، فلفل اسود، والقليل من الماء باش تلمي لاباط حسب الحاجه. لا لا، في بعض الاحيان ما نحتاجوش الماء. الياورت هذاك يلمد، الياورت وحبه البيض واذاك في حسب الحاجه نلمد، قليل من الملح وخميره، خميره الخبز. نبداو في تحضير العجينه. 500 غرام فرينه الرابو، فيها حبه حبه بيطراف خضراء. 500 غرام فرينه ترابي، فيها حبه بيطراف خضراء. علبه السوائل كل ثلاثه تصنعيه مع بعضهم بعض. عندنا علبه الياورت وحبه البيض والمغرف تاع والثلاث معالق تاع الزيت وزوج معالق سكر. واما الخميره فتحليها في ماء دافئ، والمغرف تاع الحليب بودره. اذا جمعت لك لاباط نتاعك بالخليط هذا السائل هذا، اذا ما كانش نزيد قليل من الماء حتى تجمع. نترك العجينه ترتاح وتختمر، نرجع نحضر الحشو نتاعها. نبدا بالسلق. بعد ما ننظف السلق مليح وكامل، نقطعه قطع ونديره في مقله فيها قليل من الزيت فقط، ونخلي حتى يذوب عندنا هذيك الكميه من السلق. ثم نضيف لها كميه ثوم، سنة تاع ثوم، قطع طماطم، ونخليه يطيب. بعد ما يطيب لنا السلق، نقطع النحو من النح من فوق النار، ونقطع عليه قطع جبن. جبن لما انت تنحي من النار نحو من النار ونزوم. نروحوا للجهة الأخرى من الجزر، نربو كمية من الجزر ترابيها بالرقيق ولا بالخشين؟ بالرقيق. 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 كمية من الجزر نربوها، نزيدوا لها نربو معها شوية ثوم ومعدنوس. كيما تختمر لنا الفطيره نتاعنا، تختمر العجينه نتاعنا، نشكلها على شكل اقراص، بعد نضعها في صينيه الطهي. هذا الاقراص هذه كي نحطهم في صينيه الطهي، نضغط عليهم بكاس او حاجه بحيث نجعلها مقعره، تكون الحواف تاعها طالعه وهي تكون مقعره. في ذيك المكان المقعر واش راح ندير؟ راح ندير اولا الجزر. نعم. ندير اولا الجزر، ثم ندير السلق، ندير طبقة من الجزر. الجزر في علمكم أنا ما طيبتوش، أو خضر، راه خضر، درنا له رابيت فيه الثوم والمعدنوس والملح تاعو. والسلق رانا طيبناه، درنا فيها طماطم وطيبناه قليل، مش معناه قد ما ذبلناه، ندبلوه قد ما ذبلناه، درنا فيه طماطم ودرنا فيه قطع تاع قطع الجبن. جبن. قطع الجبن.
كي نديروا الخبيزات تاعنا في الصينيه في الصينيه الطهي، واش رايحين ندير؟ رايحين نغطوه بكاس بحيث ندير تصبح لي الصينيه مقعره، هذيك الخبيزات الخبيزات تكون مقعره، تكون عندها حواف وتكون عندها وسط مقعر فراغ. هذاك الفراغ راح نعمر فيه الحشوه نتاعي. داكور صاي كي البيتزات كي البيت كي كي كيما لي ميني بيتزا ولا لي كيش ولا كيما لي كيش كيما لي ميني. معناتها كوريه ويحفروها بكاس، نحفروها بكاس يطلعوا الجوانب ويولي عندهم تبقى عندي وسط مقعر. تبارك الله. هذيك الوسط نخليها تختمر مره اخرى يعني نوعا ما شوي، ومن بعد ندخلها للفرن. كي ندخلوها الفرن كي تكون قريب تطيب العجينه نتاعنا، في كل كريه في كل قاع راح ندير حبه بيض كما هي، معناها اوبلا حبه بيض نخليها اوبلا، وندير فوقها نوش قليل من الجبن والحواف ندهنهم كذلك بصفار البيض. وصفه شهيه. قليل من الجبن كي طيب لنا نخرجوه. هذه بالنسبه للمقبل. برافو عليك، يعطيك الصحة حبيبة قلبي، برافو عليك. فقط سيدة مباركة والله وصفة رائعة جدا، بصح الأخوات راهم يقولوا لي قولها شوية ترفع صوتها، دبر راسك، احنا هنا باش نردوا الجمهور، ارفعي لهم صوتك شوية وإن شاء الله موفقة بإذن الله الرحمن. إن شاء الله. يلا دركا من هذه المقبلة. هذه المقبلة ومن بعد عندنا شوربة فيغميسال اللي هي شوربة شعرية. شوربة فيغميسال هو أساسها صح اللحم الغلمي. لكن كما قالنا واحد الشاف الشربة الفيغميسال اللي من لا يختلف عليها اثنان وجود الكسبر والنعناع. اذا عندنا احنا كيفاش نديروا شوربة فيغميسال؟ نديروا اللحم قلمي وبصل وطماطم تاع طماطم تاع الحب، طماطم تاع الحب ما نديرولهاش الخضره. داكور. هذه ما نديرولهاش الخضره. اذا كيفاش راح ندير؟ راح الشوربه نتاعي الفيغميسال راح ندير قطع اللحم، حبة البصل نقسمها على اثنين، حبة نديرها كيمرة نص نصف نديرو كيمرة والنصف الثاني نرابيه. وعندنا حبة طماطيش. بالنسبة للتوابل الأعشاب العطرية عندي الرند، وعندني القصبر بالأخص إذا كان القصبر هذاك اللي يعطينا الزهري بالأخص. القصبر اللي يكون عنده أزهار صحيح. وعندنا وقلنا رند وقصبر والنعناع إذا كان خضر. معناتها تدخلوا في شربة فيغميسال الرند. الرند الرند توقع في النقطة. ايه الرند والقصبر بالاخص قلنا اذا كان عنده منوار هذاك. منوار هذاك يكون الرائحة نتاعو زكية أكثر. وعندنا نديروا معاه إذا كان عندك النعناع أخضر ديري مع هذا الأعشاب العطرية البوكي هذا، ديري معاه الباقة ديري معاه النعناع أخضر. بالنسبة للتوابل عندنا راس الحانوت الخاص بالشربة فيغميسال، عندي قصبر وقرفة وفلفل أكحل وكركم. هادو ربعة. هادو ربعة. داكو. قرفة قصبر فلفل أكحل كركم وقرفة. وقرفة. صح هادو ربعة. هذا راس الحانوت تاع عندنا الكبابة هذيك في الأخير. داكو. الكبابة في الأخير. الكبابة نديروها في الأخير. نرجعوا درنا اللحم تاعنا، ربينا البصلة، درنا نص البصلة الأخرى، درنا حبة الطماطيش. نديروا كميه من الطماطم الصباره، ندير القليل. هذه التوابل تاعي راح نقسمها على اثنين، الجزء الاول راح نبدا به هو الاول نغلي به، والجزء الثاني راح نرميه كي نرمي الفيغميسال. صح. معناها راح ديري الفيغميسال تاعك في صحن، واش راح ديري مع الفيغميسال تاعك؟ راح ديري شويه قرفه شويه قصبر شويه فكري مستر شويه كركم. معناها التوابل راح نقسمها الى اثنين، النص راح نديرو مع اللحم في البدايه مع اللحم والاخر في النص راح نديرو مع في الجيبه وخايه هبل. ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبه للعشاب البوكي هذاك راح ندير معاه كذلك قرفه عود. اهيه قرفه عود. عود. نديرو الشوربه تاعنا طيب، كي يطيب اللحم تاعنا نصفي الشوربه، نح هذاك نتاع النص تاع البصله وحبه الطماطم. صح هذوك اللي خليتهم هكذاك. خليتهم هكذاك، هذوك نرابيهم ونرجعهم للمرقه نتاعي. صح. هما اللي يعطوك ذيك يثقلوا لك الشوربه. صح. يثقلوا لنا الشوربه. ومن بعد نرمي الفيغميسال تاعي نخليها تطيب. كي تطيب الفيغميسال واش رايحه ندير مع الفيغميسال؟ رايحه ندير قلنا التوابل اللي انا قسمتهم. اللي قسمتيهم ما نكثروش التوابل، ما نكثروش التوابل، انا التوابل راني درت كميه لكن قسمتها ما بين بدايه البدايه والنهايه. كي ندير كي نرمي الفيغميسال تاعي واش رايحه ندير معاها؟ راح ندير معاها قصبر مقطع. أيوة. ونعناع مقطع، وراح ندير معاها قصبر مرحي وفلفل كحل وكركم. وكركم اوكي. كركم اصلا راه صحي. كركم لماذا؟ باش معناها نقلوا من اللون الاحمر للشوربه، لان احنا الشوربه نتاعنا تجي حمراء.
صح. الكركم راه يعادل لك بين يعادل اللون، يولي موازن. يعادل اللون يعني تكون يوازنها. هذه بالنسبه للشوربه نتاعنا. كي تعقد الشوربه حنا نديرو شوربه نوعا ما ماهيش مايهه وما ماهيش مايهه، تكون معناها لون مش ثقيله مش مليحه. هذه بالنسبه للشوربه. كيفاش نقدموا الشوربه؟ نقدموها مع شرائح الليمون. بارك الله الرحمن. سلك. ما شاء الله. تكون عندنا شوربه صافيه. في حال ما يكون ما عندناش النعناع اخضر، رايحين نديروا نعناع بودر. يبس. نعناع بودر. داك. هذه الشوربه تاعنا تاع الفيغميس. شوربه وتكون بلون احمر. ما شاء الله. مثلا مثلا هنا عندنا في ممكن كاين راهم يدير لك شوربه بيضاء. صح. هنا انا عرفوا شوربه حمراء. على بالي الناس تلخبط، عرفوا تما عندهم شريبه حمراء. ما شاء الله تبارك الله الرحمن، يعطيك الصحة مبارك الله فيك حبيبتي. شربة راها تشهي ما شاء الله، ريحة النعناع بدات توصلني. إن شاء الله موفقة. إن شاء الله. حتى جمهورنا اللي راه يسمع فينا ولا متواصل معنا عبر التواصل الاجتماعي، تقول لهم سيدي على ربي يحفظكم، دارين من الأغواط اللي راها معانا، دارين حبيبة قلبي حتى أنا توحشتك، بارك الله فيك، مرحبا بالجميع. نعم، حتى ابن عمي محمد الله يحفظه، هو ثاني طباخ بارك الله يعطيه الصحه. نعم، لاخذ صوتك شويه كان بالنسبه لهم سمع لي جدكم رضيها لكم اختاتكم. ام مصطفى بارك الله فيك يا الغاليه، مازلنا متواصلين مع بعض احبابنا. كاين كذلك طبق رئيسي رائع جدا بسكالوب، بشرائح سكالوب، طلبوه كثير سيدات منهم حياه، وحنا دائما في الخدمه. هذا طبق بسكالوب تقدميه حبيبة قلبي، يلا مع بعض. يلا صوت لغال الصوت هذا هو. الطبق الرئيسي عندنا طاجين الكبة بشرائح الديك الروم. يعني كي قلنا الكبة الشكل تاع الشكل راح يكون كيما الكبة السورية. سورية. عندنا الشرائح نرحيها مليح، ندير معها شوية زيت كي نولو نروحوها خاطر الشريحة تجي ناشفة. ندير معها شوية فلفل كحل. شوية فلفل كحل وشوية مسكين جبير. فقط. نعم. وندير معها زعتر بدل ما ندير معدنوس هكذا، ندير معها زعتر. نخلو الشرائح نتوعنا، نجيبو نجيبو قطع من الفرماج. لافاش بليتو اي نوعيه تاع ما نقدروش نسميو لي باخك، ما نقدروش نسميو لي باخ يسمحوا لي يزرقونا. اي انا معاه على باليش هاليش حبيبتي. المهم ناخذ قطع فرماج مستطيله. راكم تعرفوها، غير نقول مستطيله تعرفوها. على حسب القطعه الفرماج هذيك، قطعه الفرماج عيطت الجبن هذه المستطيله، نعمر بها الحشوه هذيك اللي درناها. قلنا دائما شريحه او قبل ذلك الشريح الديك الرومي لازم نقعهم في شويه خل. على واش باش ما يجوناش يابسين وناشفين. نعمر هذاك الفرماج قطعه الفرماج هذيك ونعمبل عليها ونشكلها على شكل كبه، بمعنى تكون عندنا الحواف رقيقه وتكون في الوسط تجي منتفخه. هنايا هذه الشرائح كي نوجدهم نديرهم في الثلاجه في الكونجيلاتور. دوكا نخبركم علاه نديرهم في الثلاجه. طبيعه الحال ما تنساوش الملح، راهي الاستاذه ما مش موالفه بالاذاعه الله غالب عليها. والو كلمه راهي تقولها وكلمه تنسى. والو والله راكي تسلكيها راكي هايله. نعاود لكم قبل ما نرحوا اذا جبتوا شرائح الديك الرومي مرحيين معناها من عند الجزار، نزيدو لهم قليل من الليمون او قليل من الخل. على واش باش ما يجوناش ناشفين. اذا جبتوهم شرائح ورايحين تروحوهم في الدار، كي تغسلوهم وتنقوهم نقعوهم في الخل. على باش كذلك ما تجينيش ناشفه وما تجيش قاسحه، يعني يعطيها الليون. كي نرحي الشريحه نتاعي في حالتين، اذا جبتوهم مرحيين او رحيتوهم في الدار، زيدو لهم كميه من الزيت. رحوهم بكميه من الزيت، نزيد لهم فلفل كحل، زعتر والملح ومسكين جبير. كي نوجد الشرائح نتاعي راح نقيس الكبه نتاعي، نقيسها على قطعه المستطيل اللي راح نعمرها داخل الشريحه. تاع الجبن هي اللي تعاونك، هي اللي تعطيك لا فورم. تعطيك لا فورم. كي قلت لكم قطعه مستطيله راكم عرفتوا النوعيه. هاي هما صحاب ما يخلونيش نخرج نرجع لداري. اكيد راكي قاعده. مرحبا بك. يسلمك راكي عند اختك. يسلمك ربي يحفظك. معناتها الشكل تاع الفرماج هو اللي يعطي لك لا فورم تاع يعطينا لا فورم ويعطينا معناها باش ما يقولوش متفاوتين على بعضهم. اوكي خلاص. هذو كي وجدناهم نديروهم في الثلاجه. ونخلوهم في الكونجيلاتور، مش في الثلاجه، في الكونجيلاتور مجمد، نخلوهم يجمدوا. نرجعوا للصوص اللي راح نوجدها، ندير ماء عادي ما نديرش فيه الزيت. لان الان نعرف لو شنو ندير. ما ندير فيه فلفل كحل حبه
مش فلفل ملحي، اسود حب. فلفل اسود حبه، وهيل حبه، وقطعه من مسكين جبير حبه، هذه كلها نديروهم حب فلمة يعني في الماء فلمة يعني يغلو في كم الماء. ماء معطر. ايه قطعه رند كذلك حب، وكميه من الملح، صح. كميه من الملح نخلوها تتغلى هذيك الكميه، ومن بعد نح هذيك التوابل اللي راني قاعد درتها، ومن بعد القطع نفس الجب اللي استعملته داخل الشريحة داخل الشريحه هو نفسه اللي راح نستعمله في الماء. في الماء. كي نصفي هذاك الماء، على واش قلنا ما نديروش الزيت باش نخفوا كميه الدسم، لان دهون أصلا الشريحة الجبن راه يجينا يدم. دسم، يجينا دسم، ورانا درنا كميه من الزيت في الكبه في حد ذاتها، ورايحين كذلك نستعملوها في نزيدوا كميه نرفع نسبه الدسم في الوجبه نتاعنا. اذا بعد ما رانا بعد ديري ما الجبن في الماء. غلينا، بعد ما عطرنا هذاك الماء بهذا التوابل، نصفيه ونقطع فيه قطع من الجبن. الجبن، ومن بعد نميكسي هذيك لاصوص شغل ما ابيض، تولي ما ابيض، شغل حليب. ما ابيض. نميكسي هذيك الجبن، هذا الكميه اللي راكي راح ديريها تقسميها على اثنين، الاولى راكي راح تميكسيها في هذاك باش يولي كاين صوص بلونش، والاخرى خليها بجانب. صح. خلي هذيك المرق تاعك، هذيك المرق تاعك فوق النار يغلي، نرجعوا نجيبوا الحبات نتوعنا نتوع الكبه بشرح هذيك الرومي، نجيبوهم من الثلاجه، ونرجعوا نسخنوا لهم الزيت ونقلوهم. كي تقليهم هنا على واش درناهم في الثلاجه باش ما يطرطقلكش الفرماج، صح. هذا هو الهدف تاعك. صح. انت راكي راح تقليهم، مش راح تقليهم حتى نطيبيهم، راح تعطيهم احمرار فقط، راح تعطيهم احمرار فقط، مش راكي راح تطيبيهم. خاطر باغي تقلبيهم في لاصوص. هذوك نرجع يكملوا طيابهم في لاصوص. صح. على واش انا ما درناش الزيت؟ اولا الجبن راه مزيت، ثانيا الكبه هذيك راهي درنا فيها كميه من الزيت، ثالثا انا قليناها في الزيت، صحيح. معناها مباشره من المقله راكي راح ديريها في هذيك لاصوص، الماء هذا كيف في هذا الماء. تجي شابه، راني نتخيل فيها، راكي تخيلي فيها، نتخيل فيها هاي. تجي شابه. راني نسيت حاجه واحده اخرى في ديك لاصوص اللي درناها، نديرو رايحين ندير 3 قطع واربعه من الفطر، راح ترابيه في ديك لاصوص شامبينيون. شامبينيون يعني راح ديري قطعتين وثلاثه في ديك الشامبينيون، راح لاصوص ترابيهم مع ديك لاصوص، وكميه اخرى كذلك تحتفظي بيه. اهه خلاص. نعم تفضلي حبيبتي. هاي نزيدو السيده يعلى. بيان سور اكيد. صافي هذه دركا انت بعد ما تقليتيها تعاود ترجع للصوص، سي بوغ سا ما درناش ليدام، باسكو دوك تتيدم فيها الجبن كذلك، بالنسبه للفطر كذلك يعطيها نكهه مميزه. معناتها انا الفطر هنا المعلب العادي، معلب المعلب العادي. برافو عليك. حتى راه كاين الفطر المستنبت، والفطر المستنبت راه عنده ذوق اكثر من المعلب، قوي قوي قوي. معناها نديرو في اللي راح نميكسيها، ندير واحد زوج حبات ثلاثه يكفي، يكفيها باش نعطي نكهه فقط، ترجع لي اون صوص بلونش منكهه وفيها ذوق الفطر. صح. وبقية هل هي ضروريه ولا يقدروا يستغناو عليها؟ تقدري تستغني عليها، خاطر كاين بزاف ما يحبوش الفطر. كاين تقدري تستغني عليها خلاص هكذاك باش هنا يعني تقدر نقدروا نستغني. احنا علاه قلنا درناها في الثلاجه باش ما هذيك الحبه كي نقليها ما تطرطقليش وما يخرجيش الفرماج على برا. راني درتها في الثلاجه. نعم. سؤال هنا قال لك محمد شرائح ديك الرومي غادي نزيد لهم الفطر. لا، الفطر في الصوص، الفطر في الصوص معناتها يترحب في المرق. نعاودو هنا، المقصود حبيبتنا باللي لاصوص هذيك اللي ما فيها لا زيت لا والو راح يكون فيها الجبن يتميكس بالميكسور يرجع كي شغل حليب، من بعد الفطر فيها ترجعها من النار تغلي وتعاود تميكسيه بعدها يتميكس. بصح ليس ضروري، بامكانك الاستغناء عليه يا ابو رزان. تفضلي حبيبتي تفضلي. وين وصلنا؟ رجعنا درنا الكبه تاعنا، عطيناها الاحمرار تاعها، رجعنا درناها تكمل طيابها في لاصوص تاعها. صح، على بركه الله. نخلوها تجمر على غرضها. بالنسبه للفطر، الناس اللي مش حاب ما تحبش الفطر، هو مش ضروري تستعمليه او لا تستعمليه، ولكن الطبق كيف يقدم. نعم. اذا عطيتكم هذا الطبق كامل، انا درنا حبه او اثنين في ديك لاصوص، والباقي هذيك نغليه في الزبده. صح. ورايح نديره في الصحن تاعي كي نقدم الصحن، نديره نغلي الفطر كان معلب او مستنبت، راح نغلوه في الزبده بالفلفل الكحل، ونخليه صح نخليه جانب. و معليش حبيبتي، معليش هيا معليش، راكي معايا في اللايف وش هاي معليش. اذا وين وصلنا؟ نخلو قلنا الطاجين تاعنا يجمر، ونخليه
وبصحه فطوركم. الله كيف يخليك. نقدم هذا طبق الطبق؟ يكون عندي صحن دائري، ندير لاصوص تاعي الاولى، من بعد هذوك الكبات نديرهم على الحواف، والجبن هذاك اللي غليته نعاود نحطه في الوسط، داكور نعاود نحطه في الوسط، تبارك الرحمن. وندير بما ان الكبه راه ما فيهاش، فيها زعيط، راه ما فيها لا قزبر لا معدنوس، نصنع نعاود نزيد كم شويه اخضر من اخضر، فوق، حاجه خضراء. حاجه خضراء، قطعه الجبن اللي خليناها بجانب هذيك راح نقطعها كذلك في قطع للتزيين، للتزيين قطع من فوق للتزيين، باش يعرف اللي راح ياكل باللي الجبن هذا راه الداخل راه هو تاعو الاساس تاع الطبق. الجبن هذا اللي هذا الديك الرومي راه محشي بالجبن، محشون بالجبن. عنوان الوصفه، هذا عنوان ايه الوصفه، تبارك الله. طاجين الكبه بشرايح الديك الرومي، هذه بارك الرحمن يعطيك الصحه، بارك الله فيكم، بارك. نتمنى ان شاء الله اللي راهم يسمعوا فينا فهموا الطبق، وكذلك الا ما فهموش حنا دائما في خدمتكم، تقدروا حتى تتصلوا عبر الهاتف او على الصفحه، صفحه سليمه يعلى، وان شاء الله باذن الله الرحمن تقدر السيده هنايا تشرح لكم بالتفصيل الممل. قولي لي مباركه، واش رايك في الدوره تاع 4 ايام، وكيفاش جازت، وكيفاش حسيتي روحك، وكيفاش ما هي الاجواء؟ انا استاذه حاجه محيرتني، جمهور السيده يعلى راه مازال ما جاوبناش على السؤال. لا جاوبوا جاوبوا جاوبوا، راح حتى جاوبوا جاوبوا جاوبوا، راني قريت لي كومونتير، ما نعاودوهم ان شاء الله. جاوبوا ان شاء الله، ان شاء الله. مهمه الدوره، اللي الشيء اللي نكه الدوره والتاب اللي نكه الدوره السيده يعلى. الله يحفظك يا علي، شارك ان شاء الله يعيشك. مهمه واش نقول لك؟ لا لا، من ناحيه الاراده اللي كانت عند متربصين السيدات اللي حضروا معنا، كانت اولا شوفوا السيده يعلى كما راني قلت لها، انايا لا القبك بشاف، انما اقول سليم السلام والامان، الله يفتح عليك، الحنان والابتسام، بارك الجد فيك. والعطاء، الصدق والتواضع، مهما شكرا. قلت في حقك سيدتي لا افيك حق. الله يخليك، وهذه معنى هذا الشهاده نتحاسب عليها امام الله عز وجل. الله يخليك يا الغالي، بارك الله فيك. الله يعيشك، يعني كان شنو نقول لك، كما هنا من هذا المنبر اهني الوالد والوالده السيده العلا، قلت رحم الله يرحم رحما انجب السيده سليمه، الله يحفظك، بارك الله فيك، وابا ترعرعت في احضاني، الله يعطيك الصحه، سلامي لكم يا والدي يا ولدي يعلى، الله يحفظك. يا يعلى الله الله يعلي من مقدارك، رفعتي من مقدار والديك واهلك، فهنيئا لكما ابي وامي، هنيئا لسكان سيدي بالعباس مسقط راس الام سليمه، لا نقول عنها شاف انما هو ام. الله انما الله بالنسبه للدوره، كانت يعني حضرت انا دورات، كانت معناها انا مدرسه السيده يعلى الان انا ما نسميهاش مدرسه، نسميها اسره، اسره ولا اسره، والفهم يفهم كما قال لك، صح صح اسره. انا المدرسه ما نسميهاش مدرسه، انما احنا كي نقولوا مدرسه فيها رئيس ومرؤوس ومدير وكذا، وكل واحد مرتبته وكل واحد مكانه، انا ما شفتش هذه، شفت اسره، صح. حتى السيده شاف كانت من ربما اقلها اقلهم في الرتب، كي تشوفيها معناها مع الخدمات مع السيدات اللي معاها، وسلامنا كل السيدات. اولا كانت عندنا، كنا مثلا كنا مجموعه من البنات، اقامه مجانيه، افطار مجاني، انا نظن هذه ما كانش اللي دارها اي شاف اخر او اي مدرسه اخرى، انا ما شفتش باللي اي مدرسه اخرى دارت لنا اقامه مجانيه او افطار مجاني، وكنا في بيوتنا كنا نعجنوا، انا البارح عجنت الخبز، عجنت 14 خبزه ما شاء الله تبارك الله الرحمن، روعه روعه، وكلينا وكنا كلينا وكنا، عطينا الجواري نطيبوا القهوه نطيبوا عادي، وكأنك في بيتك، ربما كأنك في بيتك والله اكثر، صح الله يعز. اللي طيب، اللي يدير في الحريره، اللي يدير في البوراك، اللي تقلي، اللي ترمبت في الكاطو، اللي تخدم، اللي ما شاء الله. وش انا ما... في ميمي وبايا، ميمي وبايا، ميمي وبايا بايا. ميمي الله يعطيها صح، بايا بايا للاسف راهي باغا تروح علينا وتخلينا تروح لفرنسا، ابدا واش نقولوا لها، دراعي لي من هذه، خلوها تروح. وميمي ان شاء الله يا ربي نولها واش راه في بال، ان شاء الله يا رب العالمين، يا ربي اللي معنا في في نصف شعب، في نصف شعبان يا ربي يوقفوا معنا كي تكون عندك، احنا نعتبروا عرس ان شاء الله، هذه الدوره انا دائما تكون عندك شغل عرس، قالوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عقبال دورتك ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وحنا راكي تعرفي كاين اللي ما صحت لهمش الفرصه باش دخلوا الدوره الاولى، حنا بالمناسبه اعلنا على الدوره الثانيه اللي راح تكون 27 ماي ان شاء الله، باش هكذاك ما يزعفوش علينا حباباتنا، وحنا دائما في الخدمه، اللي راهم معنيين بالامر وحابين يحضروا دوره العيد، حلويات العيد، يدوا معاهم 140 حبه، يقدروا يتصلوا على الارقام التاليه 026 22
نتاكد من الرقم لخاطرش موالفه نغلطهم. 74 نعم إيه 026 74 19 لا هذه 19 تاع الاذاعه احنا تاعنا 72 44 10 44 10 معناتها 026 72 44 10 وعندكم كذلك رقمي الخاص 06 96 96 58 58 05 15 اعيد 06 96 58 05 15 اللي راهم حابين يلتحقوا بهذه الدوره مرحبا بهم. هذه الدوره الثانيه وان شاء الله باذن الله موفقين ان شاء الله. نواصلوا مع بعض الوصفات تاعنا اليوم مع مباركه حبيبتنا. هنا كنت قالت لكم على الشعيريه اللي هي شربه فيرميسيل تهبل بلا خضره، كذلك درت لكم طبق تاع سكالوب شرائح ديك الرومي على شكل كبه بالصوص اللي ماهيش ميد ما تجي شابه بزاف راني تخيلتها، كذلك المقبله تاعنا اللي هي على شكل الخبيزات كالبيتزا راح تجربوها لاباط تاعها شابه بزاف. نروحوا دركا مع بعض اظن للسلطه. السلطه نعم. ام الاء من افلو راهي من افلو اللي هي مسقط راسي تبارك الله رحمن قالت لي ذوقيهم قهوه افلو. قهوه افلو مميزه والميزه اللي فيها انها شائعه على العجلات اللي هما اهل راجلي الله زوجي. يبارك الله يبارك ما شاء الله, ما شاء الله. يا ام علاء راني دايرتها في البرنامج اي مليح راني دايرتها في البرنامج قهوه افلو الله يبارك. وين وصلنا استاذه؟ رانا دوكا في القهوه قاعده تقولي لي لا لا قبل القهوه نكملوا السلطه نكملوا السلطه ومن بعد عندنا تحليه وعصير يعني قلنا مائده رمضانيه متكامله. عندنا سلطه راه الخضر متوفره حفيظه من بعد نجاوبك حبيبتي حفيظه تكمل لا غوسيت ونجاوب حبيبتنا تفضلي حبيبتي تفضلي. عندنا سلطه ناخذ احنا عادي ناخذها سلطه خضروات عندي جزر وعندنا كرم ابيض ايوه كرم احمر وكرم ابيض كرم سميت هنا يا سلطه عباد الشمس سلطه عباد الشمس سوريسون ايه عباد الشمس. عندنا قلنا بنجر سكري بطراف عندنا ثلاث خضر عندنا بطراف عندنا البطراف وعندنا الجزر عندي جزر وعندي بطراف وعندنا كرم ابيض واحمر وعندنا بطاطا مفوره نفوروا قطع نقطع البطاطا نفور نقطعها الى قطع صغيره ندير لها قليل من زعتر والملح والفلفل الاسود نفورها ونخليها. من جهه اخرى راح الرابي البيتراف اخضر والرابي البيتراف الموف كذلك اخضر والرابي الزروديه خضراء والرابي كذلك البنجر السكري اخضر معناتها هادو كان نسكرجوهم كل نرابيهم ونخليهم خضر نعم معليش بعد نجاوبهم بعد نجاوبهم ان شاء الله. كي نوجدوا الموضوع كل الخضر تاعي واش راح ندير؟ راح ندير في الوسط اللي هي وسط ورده عباد الشمس ربما راهم يتخيلوا فيها كيفاش تجي دير راح ندير بطاطا اللي قطعناها ديدي تبلناها بالزعتر فورناها تبلناها بالزعتر ودرنا لها الفلفل الكحل وزعتها والملح تجي في الوسط نجيبوها في الوسط صح. هنايا الناس اللي تحب زيت الزيتون دير لها زيت الزيتون حاب الناس اللي ما تحب زيت الزيتون دير لها الزيت العادي صح. بالنسبه للخضروات اللي راني رابيتها كل الخضار راح ندير لها نكهه مثلا عندي عفوا والبسباس نسيت البسباس نعم. نسيت البسباس بسباس ديجا شباب عندي البسباس بسباس اخضر وكرم اخضر وكرم احمر اخضر والبطراف اخضر والجزر اخضر نبدا بالجزر راح نرابي معاه قطع سنه تاع ثوم صح وندير معاه كميه من المعدنوس نقطعها معاه ماريا بوزا كنتي هذه الله يبارك سيده سليمه منوره ما شاء الله الله يحفظك هذه زوجة ابني يا سيده الله يبارك سلامي ربي يحفظها ان شاء الله ربي يحفظها ربي يحفظها ان شاء الله وراها علي ما بانش ان شاء الله ربي يحفظهم معناتها هنايا الجزر تخلطي لها الثوم ومع هذيك الخضر راح كل خضر نتبلها بتابل يختلف على الاخر أكيد. الجزر راح ندير معاها سنه نتاع ثوم وراح ندير معاها معدنوس مقطع وفلفل كحل وخل وزيت قلنا بالنسبه للزيت اللي يحب الزيت الزيتون يحط زيت زيتون واللي يحب ما يحب الزيت الزيتون يحط
يحط الزيت العادي. نرجع للبطراف، البطراف ما نديروش الخل. على واش ما نديروش الخل؟ راح يطلق هذاك، راح اللون نتاعو الحامض يغلب، لا ينحل. داكور، اللون الاحمرار هذا كينحل في راح نديرلو زيت فقط. صح، راح نديرلو زيت وملح فقط. ايه باش ما يطلقش. باش ما يطلق معناها مع زيت وملح. راح نروحو للكرم. الكرم راح نديرلو فينيغرات عادي، راح نزيد معاها مايونيز. مقطع الكرم مقطع لا مرابي رابي قطعه كبيره، هذيك معناها ناخذ القطعه اللي تكون نوعا ما يابسه ونرابيها. واش راح ندير معاها؟ راح ندير معاها فلفل اسود وملح، ورايح ندير معاها مايونيز. مايونيز الحبه هذا اللي يخدموها في الدار. بالنسبه للكرم الموف مش راح ندير، باش نحافظ على اللون مش راح نديرلو الخل الحامض، ما نديرلوش باش ما يطلقش، باش ما يروحش منه اللون. واش راح نديرلو؟ راح نديرلو فلفل كحل وملح وزيت. كملنا بالنسبه للبسباس، كذلك راح ندير فلفل كحل وزيت وخل. هنايا فرشنا معناتها الكرم هنايا. ام مصطفى راه تقول لي يتقطع قطع صغيره، قطع صغيره او الرابيه او نديروه في الرحيوة، في الميكسور ذاك الصغير تاع الرحيوة. هذه كاينه واحد الرحيوه تخرج خيوط وخيوط. اي كاين، نديروه في الميكسور يعطيك قطع صغيره. وهنا لازم تبلهم زين، هم مش طايبين، لازم يدوا النكهه نتاع لافينيغات تاعهم. اكيد مش معناها تجي النكهه نتاع ما مش طايب، ما هو لا مفور لا طايب، خضر خضر. اي الكرم اصلا يتكل سلطه يجي شباب. اذا وين وصلنا؟ احنا واش راح نديروا الصحن تاعنا؟ كيفاش راح نقدمه؟ راح ناخذ السلطه خضراء الخس، اوراق الخس الكبيره، نفرش كل الحواف بالخس. في كل ورقه راح نحط خضره من الخضر اللي درتها. صح املي، كل ورقه تاخذ نوع من الخضره. من الخضره واحده تدي كروم موف، واحده تدي كروم بيض، واحده تدي جزر، واحده تدي الله يبارك. ونقسمها ونعدل، معناها مشي تكون لك دائره الوان. إيه؟ تكون في الوسط. واش راح يكون عندي؟ تروح عندي بطاطا متبله بالزعتر وفلفل كحل والملح الله يبارك وزيت الزيتون، تحطيها في الوسط. هذيك البطاطا واش راح ديري فوقها؟ رايحه ناخذ حبات بيض نغليهم في الماء، الرابي صفار البيض فقط فوق البطاطا. بالك راكم تتخيلوا لو تورنسول كي دايره، نرابيها فوق البيض. هذاك بياض البيض راح نقطعوا قطع ونرشوا فوق السلطه. فوق السلطه تجي تهبل ما شاء الله. هذه هي السلطه تاعنا، تبارك الله الرحمن ما شاء الله. راها تشهي. واش نقول لكم حباباتنا؟ ما عليكم غير تجربوها، طريقه بسيطه رائعه جدا. هي عباره عن سلطه اوراق تغسليها وتنشفيها، عباره عن بطاطا مقطعه مكعبات صغيره فوريها بشويه تاع الملح، حطيها في الوسط كي القبه هكذا، تقدري ترشي عليها شويه زيت زيتون، فرشي طرف الاوراق. كل ورقه خضراء راح تهز نوع من انواع الخضار. وحده تهز لنا الجزر مع المعدنوس، ورقه واحده اخرى تهز الموف البنفسجي هذاك الكرم الشباب الله الله عليه، ولا بيبلي كولور باش هذاك تجي الالوان صاير داير عن البطاطا. فوق البطاطا باش تخرج تورنسول ربي لها جون دوف كاع عمريها، والباقي يبقى لك البلون دوف طايب قطعيه قطع ورشيه من الفوق. والله غير لها سلطه تهبل. جربوها احبابنا وبربي ان شاء الله تعجبكم. دركا باغي تكملي التحليه، برافو عليك تهبل واه ما شاء الله. تهبل ما شاء الله. نورمالمون بربي ان شاء الله يكونوا فهموا المتربصين هنا اللي راهم معنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوها خواتاتي. ديري تشارج ديري تشارج الله ماشي نسين. يعطيك الصحه ام مصطفى، يجي هايل. واه ام مصطفى ديري وما تخافيش. نوس مرحبا بك حبيبتي، عاودي لنا تا فوق راسي وعيني، راها تتعاد ان شاء الله الدوره يوم 27 ماي. مرحبا بكم. محمد ابو رزان، افكار مذهله عجبتني الفكره. قال لك عجبتني الفكره، هذا وليد عمي ابو رزان الله يحفظه من تلاغ ولاية سيدي بلعباس. ام مصطفى دوك نروح نديرها هاي الهضره ام مصطفى تعجبيني. 10 على 10 ام مصطفى، برافو يعطيك الصحة حبيبتي. وحنا في الخدمة أي حاجة ما فهمتوهاش السيدة مباركة في الخدمة، تاني هي إنسانة طيبة حنونة. هنا أم الجميع حبيبة قلبي، كذلك أم أنفال الله يحفظها. أم أنفال ربي يخليك ليا، وهربتي لي قبيلة وما شفتكش. غدوة إن شاء الله أرواحي أم أنفال.
حبيبتنا راها قاعده، غدوه نزيدو نشدوها معانا، ارواحي لعندنا ان شاء الله باذن الله. نستناوك يا ام انفال، ربي يفرحك ببناتك ان شاء الله. شديني معاك يجيك الحاج من عندها. مرحبا بك، اعطيني الخط يا الغاليه كريمه، اعطيني الخط. شكرا كريمه. نعم حبابنا اللي متواصلين معنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه السلطه الرائعه جدا، وتجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. خواتاتنا مازال نحلي وقعدتنا، الله الله رايحين نحلي وقعدتنا بتحليه ولا اروع مع بركه. نحلي وقعدتنا وعندنا عصير قلتي لي، وعندنا القهوه بلاك تقولي نسيتها. ما ننسيهاش. القهوه يا اختي، قهوه قهوه عجليه ما ننسوهاش. انا اصلا من عشاق القهوه السوداء يا اختي، اللي يحبني المتربصات اليوم معايا في التوسط كي تعرضوني ما ديروا لي والو، طيبوا لي قهوه كي نجي عندك طيبي لي القهوه. خلاص مرحبا. ما نشقيكش كامل غير قهوه. هيا خلاص. هيا راح تفضلي حبيبتي. اذا بالنسبه للتحليه والعصير راح نقدمه لكم، بما اننا في موسم لي فريز الفراوله. نعم راهم مخبيين، انا عطيت لهم تدبيره مخبيين الفراوله. نديروا تحليه بالفراوله ونديروا كذلك عصير بالفراوله. عندنا عصير الفراوله، عندنا 200 هذا العصير العصير عندنا 200 غرام فراوله مجمده. دوك يقولوا لي علاش مجمده؟ عندهم المجمده مخبيين. كي نقولوا مجمده دوك نعطيكم لاستيوس علاه مجمده ولا غير مجمده في العصير. 200 200 غرام فريز كونجلي، 100 غرام سكر. كي نخرج هذيك ال 200 غرام تاع فريز كونجلي ندير معاها 100 غرام سكر، 100 غرام سكر راح نزيد معاها ريتله تاع ماء. ريتله الماء هذيك لازم تكون بارده، لازم تكون بارده جدا. علاه؟ باش نخرجوا كل النكهه تاع الفراوله، كل النكهه تاع الفراوله راح نخرجها. اذا راح ندير كميه الفراوله والسكر مع نصف كميه الماء، نرحيها مليح مليح باش كون ندير الكميه كامله ما تسرحاليش مليح. نديرها نرحيها مليح مليح ثم نزيد كميه الماء. يعني كميه تاع الماء حسب الرغبه حسب القوام. هنايا كميه الماء وكميه السكر حسب الرغبه وحسب القوام. هنايا هذه 200 غرام راح تخرجي منها تقريبا قريب 2 لتر من العصير. هنا علاه قلنا مجمده، وجربوها وتشوفوا. كي راح ندير عصير الجرجير مباشره راح يعطيك واحد الرغوه، يعطيك واحد الرغوه هلاميه، معناها تكون معناها حتى في البلع تكون نوعا ما غير محببه. لكن كي نديرها مجمده هذيك الرغوه راح تروح. الرغوه هذيك الهلاميه اللي ربما الكثير ما يحبهاش راح تروح لنا هذيك الرغوه. اكيد. من هذا العصير راح نخرجوا عصيرين. تقدميه كما هو، تقدمي عصير الجزر كيما انا قدمناه يكون بارد، والجزء الثاني مثلا ريتل تقدميه عصير الجزر، عصير عفوا العصير الفراوله، عصير الفراوله. اها. والريتل الثاني ديري معاه زوج علب ياغورت طبيعي، ياغورت طبيعي. كذلك ترابي كل مع تميكسي كل مع بعض وبعض. الجزء الثاني هذا مش راح ديريه في طاس، ولا رايحه مباشره تفرغيه في كؤوس التقديم. لان الان اولا اللون يختلف، يكون عندك غوز كلير الاول، يكون عندك غوز فونسي صح، والثاني يكون عندك غوز كلير. كي ديريه في الثلاجه كي تحبي تقدميه قد حطيه مباشره في كؤوس التقديم، لان راح يعطيك طبقتين. الطبقه الاولى عصير، عصير يكون عصير بلون وردي فاتح، والطبقه الثانيه تقريبا بيضاء، يعني الياغورت يطلع فوق العصير. راكي راح تدي عصير. اذا هنا عندك تقدمي منه نوعين من العصير، عصير يجي الطبقه الاولى لون وردي فاتح وتجي فوقها طبقة الياغورت، ولا اخر يجيك عصير ما شاء الله. عصير الفلفل ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للتحلية انا اعطيكم باناكوتا، وهذه باناكوتا انا كنت نعرفها ومسميتها باناكوتا سعيد. سلامي لوليداتي تاع تلمسان، وهذه هذه دوكا يفهمها سعيد، تحياتي لسعيد اللي كان يسمع بيا. راهم خواتاتي هنا ثاني راهم عرضوني للقهوة، راني رايحة انا عند ناظرة اللي ربيها وآلاء الرحمن ام مصطفى، هذو كاع عرضوني القهوه ودارين حبيبتي كذلك من الغواط دارين. سبق وانا شربت عندها القهوه في الغواط. الله يبارك. تحياتي ليك دارين، قولي ليماك عندك قهوه تهبل ما شاء الله. الاء الرحمن من افلو قالت لك يا استاذه ارواحي برك، اني جايه راكي منوره. ربي يحفظك. شكرا الاء الرحمن. الاء الرحمن ربي يخليك. دارين كذلك، ربي يستر لك يماك ووليداتك ان شاء الله يا رب. نعم احنا ما نسيناش كذلك محمد يقول لي خما تنساو التحليه. لا لا كاينه باناكوتا، هي قالت لكم باناكوتا سعيد. اذا باناكوتا او فريز، وانا سميتها باناكوتا سعيد. وهذا السعيد راه ولد واحد وليدي من وليدات تلمسان اللي جاونا في
مهرجان في مهرجان. المسابقة درناها في ولاية الأغواط، وكان من ضمنهم هذا السعيد. إذا هو راه يفهم على سميتها فاناكوتا السعيد، والحمد لله يا ربي. شوفي شاءت الأقدار وسموها كاع الناس باللي فاناكوتا سعيد. ما شاء الله. إذا فاناكوتا هذه أساسها لا كريم، عفوا لا كريم ليكيد، لا كريم فريش ليكيد، ليكيد القشطة الطازجة السائلة السائلة سائلة، والحليب. هنا الحليب إذا استعملنا كونديا راه يتشد لك مدة معينة، معناها 3 أيام ولا 4. أما إذا استعملتي حليب غبرة أو حليب شكارة لازم تديريها تاكليه. داكو صح. إذا استعملتي حليب باش ما نسميوش اللي إذا استعملنا حليب الحليب الشكارة معلب الشكارة إيه ساشيه راح نغليه على مرتين، راح نغليه على مرتين لتفادي للكاج بكتيريا، أكيد حاجة أكيد نغليه. أكيد. إذا أساس الـ أساس الـ الوصفة عندنا ريتل حليب وريتل كريمة سائلة، 6 أوراق جيلاتين. أيوه هنا يلي الناس لا تخاف من جيلاتين، يقول لك مضر غير مضر، نقدروا نستبدلوها لا باللاكريم بيكتين لاكريم باتيسيير ايه داكور معلش، ولا لاغاغاغ. لاغاغاغ راهي اساسها اسهل على بال نبته، ما يخافوش منها. ايه ما يخافوش منها. لاغاغاغ راهي اصلها نباتي الاشنه. ايه اذا قلنا نفس الكميه من الحليب مع نفس الكميه، هنا انا عطيتكم كميه ريتل، لكن انتم ممكن تكون عندنا عائله كبيره نفس الكميه، مثلا عبرتي كاس تاع حليب كاس تاع لاكريم شونتي. هنايا كميه الجيلاتين تختلف، عندنا ريتل فيه 6 اوراق، معناها ريتلتين سوائل فيها 6 اوراق جيلاتين. هذيك الجيلاتين واش راح ندير لها؟ راح ندير لها في الماء البارد، بارد جدا، لكن افصلوا الاوراق على بعضها بعض، كي الله ياخذ 6 اوراق مع بعضها بعض يحطها في الماء، نفصل الاوراق على بعضهم بعض، بمعنى نحلل كل واحده وحدها. تشاطريني الرأي والله اكيد باش ما يتلاصقوش على بعضها. هاي صح راني لاباس راني يقدروا يا بيان سور شافوا الرز شافوا الرز يقدروا يديروا الغبره هنايا لا اون بودغ هنايا استاذه كنا ندخلوا في الغبره راه كاع درس اخر، ندخلوا في لاماس جيلاتين على بالي على بالي ندخلوا في لاماس جيلاتين وكيفاش معناها درس خاص هنايا باش نسهلوا لكم الامر ديروا اكيد حاصل حتى الوقت انه يذهبنا. باش نسهلوا لكم الامر ديروا لنا الاوراق جيلاتين، راح تغلي طلعي الاخرى الكريم فخاش قليلا فقط، تضيفي لها الحليب نضربها نطلعها شويه بالباتور وبالباتور او بالميكسور كما حبيتي، نديرها فوق النار كي تتغلى لي تدي الغلوه الاولى تاعها برك، نحها وندير لها نعصر هذيك لاجيلاتين تاعي من الماء البارد ونرميها في الخلطه هذيك وهي ساخنه، نخلطها بسرعة. نحركها بسرعه مليح ونعمرها في ليفيغين تو الاكواب تاعنا نعمروا الباناكوتا، من جهه نعمر الباناكوتا نخليها تبرد شويه ندخلها في الثلاجه خلاص، من جهه اخرى رايحين نجيبوا لي فخاز، نقطع لي فخاز ديدي، عندك 200 غرام فخاز مع 100 غرام سكر، نقطعها ديدي نخليها نخلي تطلق هذاك السائل اللي تطلقوا لي فخاز، هي المفروض نديروها هي الاولى باش نلقاوها واجده، يطلق لنا السكر يتحلل ويطلق لنا هذاك السائل. واش راح ندير كي يطلق لي هذاك السائل؟ راح نديرها فوق الغاز طيب، كي طيب الباتري فابل كي طيب لنا كي تدي الغلوه تاعها الفراوله تاعها تدي الغلوه الاولى تاعها، نحها كميه السكر هذيك راح نح منها مغرف ولا زوج، راح ندير معاها 200 غرام، راح ندير معاها مغرف تاع ماكله بيكتين، لا بيكتين هذه راها بودغ خاصه بالفواكه، بودغ تروحي يعرفوها يعرفوها. اذا على واش ما نديش لابيكتين ديريكت؟ راح نخلطها مع السكر باش ما تكربعليش وتعطينا المفعول. الكميه من السكر هذاك السكر 200 غرام نحي منه زوج مغارف ولا ثلاثه، خلطيها مع مغرف تاع بيكتين، وهنا البيكتين اختياريه، حبيتي ديريها حبي كاين اللي يحب اللي فخاز تاعو يقعدوا هكذاك جاريين، حبيتي ديريها مجمد مجمد انا كاين الفلون كي تبرد لك كي تبرد لنا الاخرى تاعنا التحليه راهم يشيرونا معليش بسرعه بسرعه فقط، كي تبرد لنا التحليه الاولى نصبوا عليها الصوص، نصبوا عليها داك لاصوص ونديروها تبرد وشهية طيبه. ربي يحفظك حبيبتي القهوه شتي وللاسف لكن تشي لي احنا هنا عندنا وقت محدود للاسف حبيباتي، معليش هي تعطيها لي في الدار وانا نمدها لكم ان شاء الله غدوه للاسف وقتنا محدود، احنا عندنا برمجه للاسف، تقول لي المخرجه بلي خلاص لي الوقت وقتنا شيق لكن ضيق. حبيبتي مباركه شرفتني بحضورها، راح تمد لي القهوه وغدوه نعطيها لكم ان شاء الله ما نسيتكمش، تحياتي ليكم حبابنا بارك الله فيكم وربي يحفظكم وربي ينور لكم طريقكم لما ليله النص، حبيبتنا ثاني كذلك ان شاء الله توصل دارها بخير على خير، وجه الخير هذه الله يحفظها
وانتم ثاني بربي ان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله نفس الموعد من 5 للـ6 مائده رمضان. ما بقى لي غير نقول لكم استاذنا الله يحفظك حبيبه قلبي الله يسترك. ما بقى لي غير نقول لكم حباباتي خدمتكم في العارضه التقنيه كريمه ميكروفونيه سليمه يلا الى الملتقى. صحه فطوركم صحه سحوركم. قولي لهم صحه فطورهم معليش. صحه فطوركم. شكرا بارك الله فيك حبيب قلبي ربي يحفظك. الله يعطيك الصحه وقت ضيقنا غالب. السؤال الاول هذاك ما فيش مشكل حبيبتي. يعطيك الصحه ام مصطفى بارك الله فيكم الله يعطيكم الصحه.